أخبار اليوم. لكل البنات أو كل الستات بعد سن 40 يعني في سني كده إن هم يبدأوا الكشف الدوري. كل ما المرض اكتشف بدري كل ما كانت فرصة النجاة منه أعلى بكثير قوي قوي قوي. زي ما قالت منى زكي، الست بتدي للي حواليها كل حاجة، ولكن في الآخر بتقول طب أنا فين؟ أنا فين؟ حتى لو هي مستخسرة الفلوس في نفسها، مستخسرة إنها تعالج نفسها، وبتقول حتى لو مت أسيب الفلوس لأولادي. لا، أنا بقول لأولادها اهتموا أنتوا بيها، خدوها عالجوها، أنتوا السند ليها. بقول للزوج أنت المفروض أنك أنت اللي تقول لها تعالي يا حبيبتي أعالجك الأول، اوعى تستخسري في نفسك الفلوس. وكل ما اكتشفنا المرض بدري كل ما كان العلاج أخف وطأة في المصاريف. لما بيتقدم يمكن بيبقى صعب شوية، ولكن فرصة الشفاء فيه عالية قوي قوي قوي. وعلى فكرة دلوقتي ما بقاش العملية زي زمان، يعني ست تقول أنا حف الصدر كله، لا لا لا، بيستأصل الجزء المصاب فقط لا غير، وبترجع الست تمارس حياتها العادية، ولكن بمساندة نفسية من الزوج. خليك لطيف، خليك لطيف، مش هو ده الجزء أبدا اللي ممكن يأثر في علاقتكم. لا، العلاقة الداخلية الجوهر بتاع مراتك هو الأهم، خليك سند ليها. يعني مفروض ان انا لسه انا بعمل برنامجين دلوقتي، واحد في اوربت اسمه اسالوني، وواحد تاني اسمه اسالوا رجاء مع الاستاذ عمرو اديب في القاهره اليوم، وبقدم في الاذاعه برنامجين وانتم بصحه وسعاده، بتكلم فيه عن كل شيء، بتكلم عن امراض، بتكلم فيه عن المشاكل الزوجيه والعاطفيه والتربويه وكل حاجه. الدراما معروض علي عملين، ولكن بما اني لسه ما مضيتش فبعتبر ان انا لسه رجل بره ورجل جوه. وجودنا اهو بيقول، وجودنا بيقول ان احنا وجودنا فعال الى حد كبير. المعلومه لما بتطلع من فنان محبوب الناس بيحبوها بيتقبلوها. يمكن زي ما قلت ان الطبيب او وفي طبيب يبقى عارف يدلع المريضه، وفي مريض دكتور كما هو كما يجب ان يكون بيقول لها الحاله، ويبقى ساعات ممكن يبقى حد جدا يقول لها انت مصابه بكذا، لكن الست بتبقى عايزه تدلع شويه. فاحنا دورنا ان احنا في الدراما نعمل عمل ان شاء الله لمريضه او مريض، لان انا عرفت النهارده معلومه اكتشفتها من حوالي اسبوع ان الرجال برضو بيصابوا بسرطان الثدي، النسبه ضئيله جدا، ولكن بيصابوا برضو بسرطان الثدي لما بيبقى فيه خلل هرموني معين بيحصل ده، ولكن هي نسبه ضئيله جدا. فالمساله المسانده من الراجل للست والست للراجل، وانا عارفه ان الست هتسانده، الست هتسانده قوي لانه راجلها ولان هو السيد. دي المراه المصريه. هو راجلي. لكن الراجل ساعات يعني نظرته تختلف شويه، فبقول له لا، اوعى تتغير، انت جزء ولا حاجه، الجوهر اللي جوه جميل قوي قوي، وهتشوف امراه شجاعه جدا تخطت كل الصعاب وانتصرت على هذا المرض ورجعت لك.